أحسن عليكم. وهذا سؤال أيضا متعلق بالزكاة. يقول السائل: اشتريت قطعة أرض منذ 8 سنوات بغرض التجارة، فهل عليها زكاة وما مقدارها؟ لا شك أن كل سنة تمر عليها فيها الزكاة، لأنها سلعة، لأنها عرض من عروض التجارة معدة للبيع. وطريقة الزكاة أنه يسأل عن قيمتها في كل سنة، يقومها كل سنة بما تساوي، لأن سعرها يرتفع وينخفض، فيقومها كل سنة بما تساوي في تلك السنة أو في هذا الوقت، فيخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة. نعم.